ربي وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. صراحة دائما كنقول لبنات زعما بحال الدراري ما كيتفرجوش في الاكل. المهم لا كوزين سي بو لي زوم و بو لي فام. غادي نبداو دابا. اليوم عندي لكم واحد الوصفه اللي كنستمتع وانا كنحضرها واللي كتعجبني الصراحه بزاف، اللي هي البراونيز، وكتجي معلكه وكتجي خطيره صراحه. المهم البنات انا كنعرف بزاف ديال الانواع ديال البراونيز، الا كنتو باغيين ندير معاكم الانواع ديال البراونيز ما عليكم غير تخليو لي المقادير، سوري ما عليكم غير تخليو لي، ما عليكم غير تخليو لي كومونتير لتحت تقولوا لي صراحه فاك ديري معانا ديري معانا البراونيز، وانا ما عليا غير ندير لكم دي فيديو ان شاء الله. المهم غادي نختصروا وندخلوا ديريكتومون في المقادير. بالنسبه لي زانغريديون عندنا هنايا 100 غرام ديال الزبده ديال البواطه، اي نوع زبده بغيتو وكتفضلوا تقدروا ديروا الزبده اللي بغيتو. المهم انا بالنسبه ليا درت الزبده ديال البواطه. عندنا هنايا واحد ساشي ديال سكر فاني، واحد القبيصه ديال الملح، عندنا هنايا 200 غرام ديال الشوكولا هكا دي كارو هكا شوكولا. عندنا هنايا بالنسبه للسنيده عندنا الوصفه اللي كنديرها 180 غرام ديال السكر سنيده، ولكن انا حاولت نقص واحد 20 غرام بوغ مي بارون، ما كيعجبهمش بزاف داكشي سكري، راكو عارفين الواحد كيكبر، وصراحه حتى بوغ موا ما كنبغيش نكثر بزاف السكر. هنايا عندنا بالنسبه النوا عندنا هنايا 100 غرام، وعندنا جوج بيضات، وعندنا 200 غرام ديال الدقيق المغربل، ونقدروا نزيدو بلوس داكشي على حساب البيض كما قلت لكم، وعلى حساب الزبده، وعلى حساب الدقيق الا كان كيشرب اولا ما يشربش. البنات حنا اول مرحله غادي ناخذ الشوكولاط غادي نديروه في حمام مريم مع الزبده. يلا البنات خليكم معايا. هنايا خديت واحد الكاسرونه عمرت فيها شويه ديال الماء، انا كندير ديريكتومون للبنات اللي كتبغي تخلي الكاسرونه حتى تحمى عاد يعني تسخن عاد دير فيها لي زانغريديون. اوكي بون انا درت ديك الزبده ودرت الشوكولات. البنات اللي ما بغاتش تكثر الشوكولات تقدر هنا تنقص واحد الكاتخ مغصو ولا تخليهم باش ديرهم كديكوراسيون ا لا فان. انا درت كله الشوكولات. بالنسبه للمرحله الثانيه اللي هي من بعد ما ذوبنا الزبده والشوكولات، البنات هنايا غادي نحاولوا نفقصوا داك البيض اللي عندنا. البنات نسيت نقول لكم بلا تقدروا تزيدوا دو كويغ ديال الكاكاو المر، لانه فريمون نسيت نذكروا انا كنزيدو غير بوغ الكولور وصافي. دونك كاين نسمه ديال داك الفاني وديال داك الشوكولات ديكارو. دونك البنات اللي بغات تزيدوا اوكي، اللي ما بغاتش داكشي كيما بغيتو. هنايا البنات اللي عندها الباتور تقدر دير بالباتور، اللي ما عندهاش الباتور بون ماشي ضروري، تقدر دير غير بالباتور ديال اليدين. دونك البنات هنايا بالنسبه لواحد الحاجه مهمه نسيت نقولها لكم، البنات اللي غادي دير هذه الوصفه في المشتب حالي سي با لا بين تستنى الشوكولات والزبده حتى يبردوا، حيت اون فوا كتحيديهم من البا ماري كيكونوا كتبدي ديري السكر وفاني والسكر العادي ضربي واحد جوج ضربات صافي غادي يبرد لك الخليط زعما فيت في، حيت راكم عارفين بالله كاين البرد. هنا البنات كما شفتوا زدت كاع لي زانغريديون، خليت واحد شويه ديال الدقيق اللي زدته مع داك القرقاع، زدتو مع داك القرقاع وخليتو ابار باش غادي نزيدو على فان هذاك الدقيق. الدور ديالو انه ما يخليش لينا ما يخليش لينا القرقاع يترسب غير في واحد المنطقه، واخا حنايا هاد كيما نقولو كتجي شويه قاسحه يعني كتشد، ولكن كيما قلت لكم ما تخليوش يعني ضروري ديريه مع الدقيق. هنا البنات غنخلط مزيان ومن بعد نتلاقاو. كما كتشوفوا زدت كاع لي زانغريديون ديالي، كنحاول دابا كنجمع بسباتولا باش هكا سهل عليا الماموريه يعني ندخل داك القرقاع. المهم انا زدت كلشي المقادير اللي عندي كما قلت لكم. هنايا غناخذ واحد المول اللي يدخل في الفوغ، ها كيكون طويل شحال ما كان كبير شحال ما كتجي يعني معلكه بحال هذيك الفطيره ديال
ديال القرقاع والجزر. هنا البنات غنحاول نسرح الكيكه اللي عندنا، وغادي نشعل الفوق على 180 درجه، غادي نخليه يطيب من التحت ومن الفوق، ولكن حنا غادي ندخلوها غير من التحت. من بعد ما غنسرحها مزيان نحاول نعطيها واحد الشكل اللي هو ستابل، يعني ماشي ما فيش تدرجات او لا شي بلاصه طالعه بلاصه هابطه. وغناخد واحد الزلافه ديال الشوكولات مقطع هكا باتوني، غنحاول نديرها في هاد الكيكه ديالتنا. البنات تقدروا تزيدوا اي حاجه من الفوق، تقدروا ديروا واحد الغابيل مثلا، تزيدوا القرقاع مقطع هكا او لا اللوز ايفيلي. انا البنات صراحه المقطع صحيد ليا، زدت حتى اللوز ايفيلي. من بعد فاش غنوري لكم التقديم غتشوفوه باللوز ايفيلي، تزيدوا في المرحله عاد ترجعوه للفوق. البنات هنايا طابت لينا الكيكه ديالتنا او لا البراونيز ديالنا، صراحه كيجي لذيذ، مزيج ما بين الكاتو العادي شي حاجه كتقرمش مع الكيكه معلكه، يعني كيجي صراحه رائع رائع بزاف. وسختو داك الشوكولات اللي كنزيدوه دي مورسو في الفوق كيعطينا واحد القرمشه، سختو فاش كتبرد كيكون بنين بزاف وزوينه هاد الكيكه، وكتحمر الوجه البنات اللي هكا الكوتي او لا لمه الاصحاب والاحباب. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وتخليوا لي اشتراك وابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. البنات خليوا لي جيم، انا محتاجه الدعم ديالكم. نتمنى ان شاء الله نقدم لكم وصفات كثيره. يلا باي باي، في امان الله.